مرحبا شباب، اليوم حنعمل نزال بين بلبلين، واحد تطور والتاني اللي هو اللي قبله، وهن الشجاع المنتصر والشجاع الفائز. احس الاسماء كتير شباب. هذا هو الشجاع المنتصر بالتيبو، هذا هو الشجاع التيبو بالجزء الاول اللي طلع سبيستون قبل الافلوشن. بس بدي اقول انه هذا الجايفر، انا مركب له جايفر السلمندر مشان يوقف، لانه الجايفر اللي جاي معه هو يعني مثل جابر جاي الفرش الحديدي، بس يعني ما بيتغير بالمباراة. فهلا انا حاستعمل مع جابر السلندر هون اسمه اوبريت او والجابر تبعه، كمان حنازلهم بحلبتين. طيب الشجاع فائز هو، انا حاطط له هذا السلندر تيجي جوا. راح يرجع له الجايفر الاصلي اللي اجى معه. كتبوا بالكومنتات عن نزالات شو متسندر، يعني كتير بحب نازل فيه، فكتبوا لي بالكومنتات شو بدكم عن نزالات متسندر. الشجاع التابع الشجاع المنتصر ما عندي اطلقه منيح، هلا حطلقه كثير منيح، فعل طاقته الكاملة. يوم بلش بجولة تعتقد تقريبا ثلاث نقاط للشجاع التابع، صفر للشجاع المنتصر. الشجاع التابع عم يفوز دائما على الشجاع المنتصر، لانه يعني التطور عم يفوز على اللي قبله. المانجا بيفوز، او الشجاع نزل بمجلات المانجا اليابانية. ده هنا قطعة وزنه كتير خفيف، وهيك قطعة مكسرة، بس والله اسنان اول ما اشتريته كانوا هيك خرافيين، يعني ما بتفكك، يعني شايفين الاسنان دي رفاش حديدي هيك، يعني مثلهم بس يعني شوي اضعف. هلا هيك صار، يعني هلا صار يعني اضعف من السلبت. يلا نبلش 3 2 1. شلون انتصر فاز؟ والله ما توقعته، يعني ليكو كيف، يعني هلا هذا اجى هون، هذا اجى هون، فهذا بالنص، وهذا النص فاز، يعني هو فاز بالجولة اللي دخلنا مع الشجاع المانجا. هلا حغير الحلبة، هلا انا غيرت الحلبة لحلبة الصدر المتوسع، هي حلبة تبع بيبلا زيروجي، بس انا كنت بغيرها لهي الحلبة لانه هو ما بيجن بالحلبة مثل هي، لانه دائرية هيك بيطرق بالهواء. ننبلش بالجولة الأولى بحلبة الصدر المتوازن 3 2 1. باشر باشر وكالعادة حيجن ضيافة. حستنى ما حوقفه، شوف إذا لم يحس ضعفه انتص. ننبلش بالجولة الثانية باشر باشر حديدي وقت ممتاز الطاقة، كان من أحلى النزالات. مثل ما شفتوا الشجاع الفائز فاز على الشجاع المنتصر، يعني التطور فاز على اللي قبله. توقعت لأنه الشجاع التربو كتير قوي، يعني فيها حديد والحديدة تبعه كتير منيحة، الدرايفر يعني متوسط. هيك بيكون خلص الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب، تشتركوا بالقناة، تكتبوا لي كومنت، تفعلوا زر الجرس، ويلا مع السلامة.